السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ عساكم بخير. رجعت لكم بعد غياب، وأدري بي أني مقصر وياكم، صار شهرين تقريبا ما نزلت ولا فيديو، بس شباب والله العظيم مشغول، يعني صراحة كلش مشغول. زين، وكان عندي شغل، تذكرون جيب الطابوق تاع الستارة، هاي الطيور بعدها موجودة إن شاء الله. وأشكر كل من سأل علي وعلقوا لي، أبو علي وينك، وأكو ناس علقت عند قناة أخوي، وأنا أبو علي شو ماكو سويت أنا بهالفترة هاي، عندي شغل بس جيب الطابوقات عليها الستارة. شوفوا هذا الحد من هنا عليه تليفون، بعد دشر نصح عليه الستارة، شوفوا السطح ما شاء الله شلون ترتب. هسه بعد شنو أصعد براحتي، لأن يعني قبل كانت الستارة هاي عندي ناصية، فزحمة من العالم، مرة تصعد فوق مرة تطلع بالحوش، فزحمة أنا صعد فوق أطير وطير النسوان مفرعات. فسويت قلت له اجيب طابق والله صعد الستارة. هسه هاي الستارة بعد صعدتها صارت ارتفاعها مترين تقريبا، اي مترين 190. شوفوا شباب ايش راح اسوي، راح اسوي هناك برج. اي شوف الطول، هسه اشوف لكم هاي ترى ايش موجودة ضاميها. شباب ان شاء الله شباب فيديوهات جاية قوية وابراج جديدة ان شاء الله وطيور جديدة، راح اشوفون فعاليات اكثر واكثر. خلي اطلع الطيور اشوفكم اياها شباب. هاي شباب لعينكم المخاليف صايرات، شوفوا شوفوا هاي الطائرة حلاها ما شاء الله، زين عيني. شوفوا هذا الأبيض فحل، هذا الأبيض الفحل إن شاء الله. هاي الطائرة هاي، هذا الأبيض، هاي الطائرة هاي إن شاء الله أزوجها على الأقطع. عندي فحل أبيض، هذا من الأفراخ القدام الصغار اللي عندي كان طايرة، زين عيني. هذني اثنين الغرابيات طائرة وفحل إن شاء الله، لا مات بيض بها بيض الطائرة وردات. شوفوا هاي الطائرة، هاي الطائرة شباب، شوفوا البيت حلوة ما شاء الله، رعشة وكسرة، طائرة كلش حلوة. هذا فحلها، هذا فحلها، شوفوا شلون خلقه، نسخة من الطائرة سبحان الله. وذني اثنين زواج الجبيت طوني ياهن، ذني ابي اسويهن دايات حتى يتكاثرن طيور بسرعة. زين شباب والله ما ناسيكم، بس شنو يعني مشغول 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 لا اكثر ولا اقل، ولا انتم كلكم بالقلب، زين مو باليوتيوب بالقلب، كلكم اخوتي. شرد منكم، اريد منكم لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوه، وان شاء الله من انا من غد الفيديوهات راح تتراجع. اسوي الابراج شباب، اريد اخذ رايكم بشغله. هسه هذا سطح مالتي انا، واجهه مال بيتي 3 وربع، مو كبير البيت. هاي واجهه راح اسوي بيها برج، راح اسوي تقولون راح اسوي الواجهه برج، يصير الواجهه يعني 3 وربع 3، والنوبة اجيب ابراج اسويها حرف L. بس هسه اول شيء اسوي هذا البرج، ما اسوي ذني من هنا. فشنو رايكم انتم؟ راح اعلي الدشر هذا، اعلي شويه اعلى، اسوي اجيب من هناك من الدنقه اللي هنا اللي جاي. يلا شباب خلينا نطلع طيور برا ونشوفهم شلون يسرحون بالسطح ومرتاحة. طبعا حتى طيور صار فتره ما مطلعهن، لان السطح هذا كان بيه طابوق ووسخ ورمل واسمنت وزباله. البارحه الله جاني الخلفه صار له شهر مو عدل، الواحد الله جاني هو جوارين عنده شغل خطيه. وصراحة مرت اجيب واحد غريب، قلت واحد من المنطقة يعني صديقي يعرفه حتى يسوي لي اياها، فخلصت من عنده الحمد لله. وهذه الطيور خلنا نطلعهم يلا. اي شباب صدق ما قلت لكم عندي فرخات، خل اشوفكم الفرخات. هاي هنا أنا وحدي اطلعها، بسم الله. شوفوا هذا بسم الله ما شاء الله، شوفوا لي هذا، هذا واحد، وانا هم عندي واحد بسم الله. هذا كبير شوي، هذا اكبر من ذاك شوي. تعال 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 تروح شيت، شوفوا لي هذا بسم الله ما شاء الله. خليت لنا حلقتين، واحده مالت السنه، هذا هاي بها 2023، وهاي الثانيه بها اسمي بها رقم تليفوني. زين هاي الثانيه، وشوفوا هذا المفاجاه شلون شكله طالع. هذا الثاني شباب شوفوا ذني، هذا طالع على ابوه تقريبا شوية خلينا نقول هذه اعتقد شوي صفي سالم مشجر. زين وهذا اخوه سبحان الله. هاي عندي 4 فرخات ان شاء الله باذن رب العالمين، طلعن اطيرهن. واذا اني شي صار عندي طيارة وفحل، احنا من هناك عندنا 6 ذني ان شاء الله، اذا الله اراد 4 هاي 10 يقومين طيران. وبعد ان شاء الله اكو طيور جديدة راح تجي للسطح. شباب طيور ما راحتها، وأنا ما أخذ راحتي بسطح. زين وهاي طيور طايرة، بس شنو شباب ذني الجثة طايرة الفرخات
كلهم صاروا طيروا فحل بالريشه العاشره، فذني بعد ما اقدر اطيرهن الا زوجين. زين يلا اكو بيهن زوجين، اكو بعد ما زوجات زوجين ان شاء الله على الشهر الجاي اطيرهن. انه ذبات العاشره هسه بس تطلع العاشره تقوى شويه، جنحن يقوى يقومون يطيرون اطيرهن. شوف شلون شباب، مثل ما قلت لكم هناك راح يصير البرج على هاي المسافه، راح اسوي برج وراح اسوي ما اخلي ترايش داخل البرج، راح اسويها خانات انظف وارتب، والبرج اسوي كبير حتى ما الزق يصير، يعني زق ومطيار. ومن هنا قلت اسوي حرف ال، اسوي براج 2 3 شو يصير، لان ذيك المسافه من هناك اللي جاي تقريبا بين 10 امتار 10 8 يمكن اعتقد 9، راح اسوي من هناك برجين 3، بس راح اسوي فيهم رفيعات، يعني مو للحد هذا، شوي اقصى ايش اقصى اسويهم حتى اسوي مال المطيار. شنو رايكم انتم؟ انطوني رايكم بالموضوع هذا. هاي طيوره من عيونكم، تحياتي لكم شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك. زين وانا ادري بيكم انتم ما تقصرون. شوفوا هذا، هاي الطائره قلت لكم عليها شلون حلو ما شاء الله، شلون نصبتها حلوه. هاي الطائره وذاك الفحل، هذا الفحل، هذا اسمعوا هذا الفحل، فحل مال هاي الطائرة، هاي الطائرة. وشوفوا هاي الطائرة شلون حلوة، وهاي لعيونكم شباب، وإن شاء الله عودة موفقة. جوعانات شباب، شوفوا شوفوا هاي طلعت طايرة، هاي شلون حلوة، هاي طلعت طايرة. مش طلع عندي فحل من الفرخات كان اخر شي وجبة، هاي الابيض، هذا الابيض فحل، بس هذا ذا بالريش التاسعة باقي عنده، بس يذب العاشرة يزيف يصير فحل قوي، اذب على هاي طايرة. هاي طايرة انا متأكد من عندها وزايفة وتريد لها فحل. هذا شوفوا لي، لعيونكم شباب. وهاي الشباب شوفوا صعدت دشر. شباب مثل ما قلت لكم من هاي الدنقة راح اسوي دشر اللي جاء، اللي جاء او على هاي جزء يوصل اللي جاء، هذا هم صعد زيني. وهذا سطح اللي عندي، هذا راح يصير هنا برج، ومن هنا يجن يشوف راجع البراجة منه، راح اسوي مال المطيار، يعني ما اخلي بيهن حلة، احتمال اجيب لي من هاي شو يسموها المثلثة، شايفوها اللي يصير مثل الستان يوقف عليه الطير، ايش يصير مثلثة، اجيبها عواميد واخلي بيهن مثلثات واخلي الطير يوقف عليها، يعني لا تريشة ولا هم يحزنون. بس هذا بالوجه اسوي برج كبير حتى اسوي بيه عرض على مود اخلي بيه حلة يزقن طيور. زين شباب شوفها، هاي لعيونكم، هاي مال جوارين، هاي خلاه، هاي هناك جوقة طايرة، واكو هناك جوقة، هذا علاوي مشعوذ جايب مسدس، اسمع ايش جايب، اقعد حتى تخوف الطيور. يلا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك. اولي هاي تحية خاصة على ها هذا مسدسك الفاشل. يلا شباب في مال لا، يلا ماكو، وينها وينها خاب املك يا علاوي. يلا في مال لا.